إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من قلعة سراغنا. اليوم تنشوفوا ساكنة دوار دريع العياشي في مسيرة احتجاجية بسبب تقولوا بسبب انتزاع مقبرة سيدي أحمد من مافيا العقار. مشاهدينا غنخليكم مع هاد الساكنة اللي غيحكيو لنا شنو هي المطالب ديالهم من خلال هاد المسيرة اللي اليوم تنشوفوهم وصلوا أمام المحكمة الابتدائية بقلعة سراغنا. إذن نخليكم مع هاد الساكنة اللي غيحكيو لنا شنو هي المطالب ديالهم. تفضل سيدي، اليوم تنشوفكم في خرجتوا في واحد المسيره اللي كتقولوا انها هي كطالبوا بمقبره سيدي احمد. تفضل. سيد مقبره كندفنوا فيها هنا في الدمداحي الصناعي. نعم. وضيعت ثاني جوج والعواطف جوج. نعم. هذو كيدفنوا غير الناس هذو. والروض تكون عندها شي 500 عام. هذيك الروض اللي عندها. التاريخ ديالها عندها واش 500 عام. نعم. فين هي الناس اللي كيعقلوا عليها؟ راه ماتوا جدود جدودهم. وهاد السيد هذا ثلاث مرات كتحكم لصالحنا. ثلاث مرات كتحكم لصالحنا حنا. وهاد حكمت ليه هو مره واحده المحكمه حكمت لصالح هو. نهار الخميس هاد الخميس هذا. وما كيحضرش هو الجلسه. وحكمت لصالحه. وحنا دورنا درنا لها الكروكي في البلديه وشي ودرنا لها الحائط ودرنا لها البير والجرده وفيها الزيتون فيها الغرس فيها كل شيء فيها. كاين المحلات اللي كنديروا الدوزان ديال الناس كنحفظوا الكوره وشي. والسيد هذا تحكمت لصالحه ما عرفنا شنو السبب علاش. والناس اللي غندفنوا من زياده السيد هذا يدينا الروضه ويهدمنا الحائط. دار جينا ليه مقاول اللي دار الحائط كامل. تراب عليها البلديه. البلديه جابت المقاول ديالها وجابت كل شيء وخدمته. راح شومات شي وعار. شو هاد الناس انت شوف هاد الناس هادو اللي غندفنوا حنا هاد الموت اللي غنهزوا غندفنوها. ملي هاد السيد دينا الروضه راه عيب وعار. راح نطلبوا من المحكمه ونطلبوا جايه في الملك حسن يدخل في القضيه هذه ديال هاد السيد هاد الروضه هذه راه معاه والسلطه المعنيه والداخل الى اخره. مازال يكون بخير. اش نطلبوا منه؟ واه حنا راه امام المحكمه دروك امام المحكمه راه كمل لو عندنا الثلاث ديالك شوشو الله يجازيك بخير. تفضل اشرف. من 2012. نعم 2012 بالضبط. الحكومه هو في 2012 ياك. من 2012 السيد دعانا حنا اربعه هاد الناس والساكنه راه فيها اربعه الاحياء. كان دريا العياشي واحد ودريا العياشي جوج والحي الصناعي وعواطيف واحد وعواطيف جوج. والغاو لي الحكم في الاول قال لي قاد المسطره ديالك ومن بعد الغاو لي الحكم عاود دار دعوه وحكمت في الصالح ديالنا الحكام ها هي وعاود استانف وحكم فيه في الصالح ديالنا وعاود مشات النقط لابراهيم وحكمت في الصالح ديالنا وعاود جا من بعد النقط جات كورونا كل دور كيوخروا يوخروا يوخروا حتى لهاد الخميس هذا اللي داز حكموه بالصالح ديالو هو ديال ولد بالبهلول والنص ديال البلاد انتهز لينا ذاك الشريك ديالو كاين ها هي انتزال هو عندنا داير ثلاثة ليكطارات أرض بيضاء من غير الروضة أرض بيضاء ماشي الروضة كنسالوا معاه النص حنا ودفعنا النص المحامي والمحامي عطاه القاضي انتزال ديالو باش انتزل هو على الدعوة على النص ديالو وانتزل على النص ديال البلاد صالح المقبرة صالح المقبرة هذيك الأرض بيضاء قال لك بحال هكا دار الحائط ملي بدات الجامعة تبني والمحسنين بدا يبني وكل جاي بشي جا القايد الحمامه اللي كان لا ما تذكرش الناس السميه الله يرضي عليك المهم قايد جا حبس الناس مشاو بحالهم ثلاث سنين هي محبسه دا جا العامل دار دوره صبري عيط للمسؤولين ما تذكرش انا السميه المهم حنا كنقولوا اللي كاين تفضل من على الله يجازيه بخير العامل تفضل الشريف الله يرحم ليه الوالدين تفضل ما العامل اش دار تفضل الشريف جمع كاع المجموعه كلها المسؤولين في البلديه وداروا تقرير وداروا اجتماع هو راه تدفع وجات البلديه وبنات وكملت ودارت الدفه وسدت وفضات قالوا لنا سيروا بحالكم الله يجعل البلديه راه عندها طرف تم وحنا نهار الخميس تحكموا في الصالح ديالو ما عرفتش انا هذا المشكل كيفاش وحنا راه انا اللي كندوي معاك وهاد الربعه المسؤولين مدعيين راه ما عندهم حتى علاقه راه كاين اللي دافن جدو دافن بوه دافن جدو والمقبره راه ولات بحال هاد الروضه هادي بحال هاد الطريقه القبر ما كيبانش
الناس اللي عاشوا راهم شاهدين تما. كاين محمد بن عيس في عمره ما عرف 120، وكاين جلالي معيزه كان يحفر القبوره، كاين بالغش والله يرحمه هو اللي محد مع الروضه، كل ما دور دازو شهادو. راه كاين الحد ما بين الروضه والحائط، خلاته البلديه وخرجت المعاينه وخرج كاتب الضبط وخرج رئيس المحكمه وشاهدوا السيده مولات البلاد اللي بايعه. اش قالت لهم؟ قال لي واش كاين شي حد بينك وبين الروضه؟ قالت لي ودي انا ما نعرف لا حد بيني ولا بين الروضه، انا اولادي كتبوا لي وكاله راني بعت، وحنا ما عرفنا المشكله كي واقع فيها. اليوم كنطالبوا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، كنطالبوا بالروضه ديال المسؤولين ديال السكان في اربعه الاحياء. هادو راه طايش من هنا، راه كدفن في اربعه الاحياء. هاد المدعيين راه غير دارهم سبه. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا على المباشر من خلال ساكنة كما قلت دوار دريع العياشي في مسيرة احتجاجية تيقولوا أنهم ضد مافيا العقار بعد انتزاع منهم مقبرة سيدي أحمد كما تيقولوا، وكيطالبوا بالحقوق ديالهم في هاد من خلال هاد المسيرة الاحتجاجية. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر، نلقاكم إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر. إلى اللقاء.